السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم رح نحكي درسنا الثامن رقم 8 اللي هو بيحكي عن ديكلايدونج الملابس، تمام؟ وند دامن كلايدونج ملابس النسائية، تمام؟ فاليوم هو الدرس الثامن، رح نحكي عن هذا الموضوع، نتعلم كمان الكلمات يلي موجودة عنا هون بالصفحة اللي حاشرح لكم اياها اليوم، تمام؟ من فضلكم يلي عم شوف الفيديو جديد اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو حتى يوصل لأكبر عدد ممكن، بالإضافة فوتوا لعندي على القناة وتفرجوا على محتوى القناة إن شاء الله راح يعجبكم، تمام؟ يلا ما راح طول عليكم، خلينا نبلش. مثل ما كنتم شايفين عنا هون بأول الصفحة فوق مكتوب دي كلايدونج معناتها الملابس، تمام؟ تحت منها مكتوب دامن كلايدونج، تمام؟ دامن كلايدونج هاي معناتها الملابس النسائية، دامن اللي هي النساء، دامن اللي هي النساء، تمام؟ أو السيدات، فهي دامن كلايدونج، كلايدونج اللي هي الملابس. يلي بعدها دير شترومبف، دير شترومبف هاي معناتها اللي مثل ما كنتم شايفين بالصورة اللي هي الجوارب النسائية اللي بتجي هاي الطويلة، تمام؟ يلي بعدها دي شترومبف هوزة، دي شترومبف هوزة هاي معناتها يلي الكيلون اللي هو الكيلون بيجي المطاط، تمام؟ هذا اللي اسمه شترومبف هوزة. يلي بعدها دي ليجينجز، دي ليجينجز هاي معناتها البنطلون المطاطي اللي هو مثل ما كنتم شايفين البنطلون مو الفيزون، البنطلون بيجي مطاط، تمام؟ يلي بعدها دير سليب، دير سليب اللي هو مثل ما كنتم شايفين الملابس الداخلية. عنا يلي بعدها دير بيكيني، دير بيكيني يلي هو الملابس السباحة مثل ما كنتم شايفين، تمام؟ يلي بعدها دير بادانتسوك، دير بادانتسوك يلي هو الملابس السباحة مثل ما كنتم شايفين بيجي قطعة واحدة، هذاك بيجي قطعتين. يلي بعدها دير سبورت بي ها، دير سبورت بي ها هلا كلمة بي ها اللي هي بتجي اختصار لكلمة بروستن هالتر، بروستن هالتر يلي هي بتجي هاي الكلمة مثل ما قلت لكم اياها اختصارها بتجي بي ها، مثل ما كنتم شايفين عنا هون تجي حمالة صدر رياضية، هي الرياضية سبورت، سبورت يعني الرياضية. هلا انتوا بتستغربوا انه ليش انا عم اقول سبورت، لانه اس بي بالالماني بتلفظ شبو، شبو يعني هي كلمة تلفظ شبو مو سبو، شبو، فمشان هيك انا عم اقول سبورت، تمام؟ لانه بتلفظ سبورت. يلي بعدها دير بروستن هالتر، دير بروستن هالتر طبعا مثل ما كنتم شايفين هون مكتوب كمان دير بي ها اختصارها بي ها، يعني مثلا بدي يشتري مثلا شيء هون من محل بامكانه يسال مثلا ايش زوخه اونتا فيشي ابتايلونج ان، يعني عم دور على قسم الملابس الداخليه، بس توصل هنيك بقى الوحده بتعرف شو بدها تاخذ. يلي بعدها دي روشه، دي روشه اللي هي مثل ما كنتم شايفين هم بالصورة الكشاكيش هي اللي بتجي هيك بتنعمل موديل او كذا بسموها هيك، تمام؟ هلا حنروح على الصفحة يلي بعدها، كمان مثل ما كنتم شايفين فوق مكتوب دي كلايدونج اللي هي الملابس، تحتها كمان مكتوب دامن كلايدونج اللي هي ملابس النسائية. كمان حنبلش بأول صورة دي شلايفة، دي شلايفة
هلا دي شلايفة معناتها هي العقدة، شايفين هاي اللي حاطين الزنار، هذا الزنار اسمه دي شلايفة. يلي بعدها داس كلايد، داس كلايد يلي هو الفستان، فستان بيجي اسمه داس كلايد. يلي بعدها داس تريجر توب، داس تريجر توب اللي هي كنزة بتجيب حمالات الشيال، يعني كنزة الشيال. تمام. يلي بعدها دي بلوزة، دي بلوزة هاي كل الناس رح تعرفها لانه قريبة للعربية. دي بلوزة اللي هي الكنزة مثل ما كن شايفين البلوزة. يلي بعدها دي شتريك ياكا، دي شتريك ياكا مثل ما كن شايفين كمان هو مكتوب حرف اس تي، كمان اس تي بتجي شتي، شتي ما بتفهم، ما بنلبس ستي، شتي. فهون مكتوبة الكلمة دي شتريك ياكا اللي هي الكنز الصوف، تمام، او الجاكيت الصوف هيك اللي بيجي صغير. تمام. يلي بعدها دير غوك، دير غوك اللي هي التنورة. يلي بعدها دي شورت، دي شورت يلي هو الشورت مثل ما كن شايفين. يلي بعده دي غورن هوزة، دي غورن هوزة هي معناتها البنطلون اللي مثل ما كن شايفين بيجي ضيق، ضيق على قد الجسم، هذا بيجي هيك اسمه دي غورن هوزة. تمام. يلي بعده دي شلاغ هوزة، دي شلاغ هوزة معناته البنطلون الواسع القدمين اللي بيجي من تحت عريض، هذا بيسموه عنا كان شلصتهم. فهذا بيجي هيك اسمه دي شلاغ هوزة. يلي بعده دي لايشت اوسكشتلته هوزة، دي لايشت اوسكشتلته هوزة طويلة هاي الكلمة شوي بس هيك اسمه. هاي البنطلون بيجي الواسع كله من فوق لتحت، تمام، يعني مو بس انه من تحت، لا هذا بيجي كله الواسع، انه البنطلون بيجي فضفاض عريض اسمه دي لايشت اوسكشتلت هوزة. تمام. طيب بنروح للي بعدها، بنرجع نطلع لفوق. عنا اول واحدة داس شولتر بوليستا، داس شولتر بوليستا هاي معناتها الكتافيات اللي بيجوا جوات الكنزة النسائية او الجاكيت النسائي، في كتافيات مثل ما كن شايفين، فبيجي اسمهم هيك، اسمهم داس شولتر بولستا. تمام. يلي بعدها دير بليزا، دير بليزا يلي مثل ما كن شايفين هذا الجاكيت بيجي تبع النسائي. يلي بعدها داس اوبرتايل، داس اوبرتايل اللي هي بتجي الكنزة اللي بتلبس تحت الجاكيت، تمام، هاي اسمها داس اوبرتايل. يلي بعدها دي جينز، دي جينز اللي هو بنطلون الجينز، تمام، بشكل عام يعني. يلي بعدها دي شتيفلتة، دي شتيفلتة اللي هي الجزمة تجي مثل ما كون شايفين، تمام، هل هي جزمة لحالة بشكل عام اسمها دي شتيفل، تمام. فهون دي شتيفلتة يعني معناتها شتيفلتة اللي هو الجزمة بتجي قصيرة لعند الساق تبعها، مو العالي، القصيرة، تمام. تمام. هلا نروح الكلمات يلي بعدها. اول كلمه مثل ما كنتم شايفين عنا هون مكتوب دي اومشتاندز موده، دي اومشتاندز موده يلي هي موضه الحوامل، تمام، اللي هي ملابس الحوامل بشكل عام يعني. يلي بعدها دينات، دينات اللي هي الدرزه،
وقت اللي بيدرس الواحد بالماكينة اسمها دينات، تمام. يلي بعدها دير ارمل، دير ارمل يلي هو الكم، الكم كامل، ان كان جاكيت ان كان كنزة يسموه دير ارمل. يلي بعدها دي زايدة، دي زايدة اللي هو الحرير، ماشي الحرير، تمام. يلي بعدها دي شبيتزة، دي شبيتزة. هلا دي شبيتزة مكتوبة هون تنتنا، هاي معناتها بشكل عام يعني اللي هو الخيوط اللي بتجي الحرير، تمام. خيوط الحرير بيتخيط في مفارش مثلا بتنباع تبع الطاولة، بتبقى بطرز تطريز، تمام. فهي بيسموها هيك انه شبيتزة تطريز، تمام. يلي بعدها دي غروسة، دي غروسة. هلا الناس بتستغرب هون بتقول لي انه ما في حرف الاس هون، فشلون انت عم تلفظ اس؟ هلا هذا الحرف شوفوه اللي هو قبل الاي، هذا الحرف بالالماني باللفظ اس شكله مثل البي، بس هذا طبعا مو البي، البي بيجي غير، البي بيجي له بدون هي هيك العريضه. فهذا الحرف بالالماني باللفظ اس، بامكانكم تفوتوا تنزلوا برنامج من سوق بلاي تعلموا الاحرف اللغه الالمانيه، تمام. بتكتبوا تعلموا الاحرف اللغه الالمانيه، بتنزلوه عنكم البرنامج من سوق بلاي، بتسمعوا الاحرف مشان تعرفوا اللفظ اللي عم بلفظه انا شو هو، تمام. هلا انا ما فت موضوع احرف وما احرف بصراحه، لانه حبيت فوت انه دغري هيك بالكلمات، بيتعلم كلمات الواحد بقى بعدين بيتعلم القواعد اللي بده يتعلمها، اللي حابب انه مثلا يتعلم القواعد بيشوف في دروس تانية بيحطوها اقنيه تانية عن القواعد، تمام. يلي بعدها دير اوس شنيت، دير اوس شنيت يلي هي فتحة الرقبة، الرقبة يعني مثلا لا واحد لابس قميص او كنزة مثلا مفتوح هيك اللي عند الرقبة، فهي بيسموها هيك. يلي بعدها تريغالوس، تريغالوس هي معناتها اللي كنزة بتجي مثلا بدون شيالات، بدون حمالات، تمام، او حمالة الصدر بتجي كمان بدون حمالات، فبيسموها هي هيك تريغالوس انه بدون حمالات. يلي بعدها تايليرت، تايليرت اللي هي انه فستان مثلا مكسام او بنطلون ضيق مكسام، فبينقال له هيك تايليرت، تمام، انه قد الجسم مكسام. يلي بعدها ليجر، ليجر ليجر معناتها انه شيء عملي يعني، تمام، انه بنطلون عملي، فستان عملي، كنزة عملية يعني انه، تمام هيك. يلي بعدها شيك، شيك يلي هي ال انه انيق، انه شيء مثلا لابس تي مثلا انيق، فبينقال له شيك، معروفة بالعربي كمان شيك. يلي بعدها بكفيم، بكفيم كمان هلا الناس هتستغرب هون، هتقول لي انت عم انه انت عم تقرا بكفيم، طب بكفيم ما في حرف في هون او اف او شيء، طب كيف حرف ال خلينا نقوله بالانجليزي كيو والواي هذول بيلفظوا في، تمام، فمشان هيك عم لفظهم بكفيم. لغه شوي هيك صعبه بس يعني وقت بتعلمه الواحد بيحفظهم خلاص. يلي بعد هلا بكفيم مثل ما حكينا بكفيم اللي هو مريح، انه شيء لابستي مثلا مريح مرتاحه فيه. يلي بعدها متشتريت شانتايل، متشتريت شانتايل هي معناتها انه الشيء اللي لابستي مثلا مطاطي مريح يعني انه مطاط ليغرا وكذا، تمام، فبينسمى بيتسمى انه متشتريت شانتايل، مثل ما مكتوب هون يحتوي جزء مطاطي يعني انه مريح ما مطاط، تمام، مو انه هلا في بناطرين قماش او فساتين قماش تجي ضيقه خلص ما فيها ليجرا، فهذا بيتسمى هيك. يلي بعدها مودش، مودش هاي معناتها انه شيء على الموضه، انه لابسه شيء على الموضه، تمام، شيء موض، تمام.
تمام اخواتي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم. ان شاء الله اكون قدمت لكم شرح بطريقه جيده وسلسه، وان شاء الله تكونوا عم تستفادوا من الشيء اللي عم اقدمه باذن الله. مثل ما قلت لكم، لو سمحتوا لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو مشان يوصل لاكبر عدد ممكن والقناه تطلع باذن الله وبدعمكم. تمام، ان شاء الله بنلتقي بدرس ثاني باذن الله، وبتشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.